ممكن ان المجال ده بيخلي الواحد اذا how to يعني ازاي ان انتي تبقي شخصية قيادية شوية، قيادية بمعنى ان انتي يبقى عندك حكمة في انك تاخدي قرار صح، وحكمة انك تاخدي قرار بسرعة، وان انتي يعني الشغلانة بتاعتنا انتي معاكي ارواح، يعني انتي مش اوكي في بضايع وفي ركاب وفي كذا نوع مراكب، بس اساس الشغلانة بتاعتنا هي ارواح، ان انتي اول حاجة ما بنيجي نبص لها على سلامة الناس وسلامة الارواح اللي على المركب، وبعد كده هنبص على سلامة اي حاجة تانية. فان انتي تاخدي قرار ما يأذيش اي حد، وتبقي حاطة في اعتبارك ان انتي مسؤولة عن كل الناس دي، حتى لو هتنزلي في قراراتك بان هي تبقى حازمة شوية، ان هي تبقى شديدة شوية، بس لسلامة الناس اللي معاكي. فانا شايفة ان دي حاجة اتكونت في شخصيتي، ان انا بطبيعتي يعني شخصيتي شوية ممكن ابقى عايزة اخد قرار جامد وبعد كده ارجع فيه، لا لا طب حرام لا كده، لكن اكتشفت ان في البحر مفيش كده، لان الغلطة هتأذي بني ادمين تانيين غيرك، يعني الموضوع مش بيخصك لوحدك في قرارك. طب شخصيتك بقى والتردد والحوارات، ايه اكتر عيوب شايفاها في شخصيتك وعايزه تغيريها؟ اوكي يعني عيوبي ان انا شويه اوكي، هو كل واحد عنده عيوب في شخصيته، الفكره ان انت تعرفي عيبك وتشتغلي عليه دي حاجه كويسه يعني. فانا اول حاجه في شخصيتي ان انا عصبيه شويه، يعني عصبيتي شويه كده بتعصب، وبعد كده بنزل على ما فيش بس بتعصب يعني. يمكن كمان الحاجات اللي كانت فيا واشتغلت عليها ان انا كنت عشان اخد قرار في حاجة ممكن اخد وقت شوية، يعني ان انا عشان اقول انا هعمل كذا لا اوفر ثينكينج وافكر كتير احيانا بتبقى كويسة، انك بتدي لنفسك وقت انك في قرارك تحسي ان هو سليم، او انك تبصي لابعاد قرارك ايه. بتضيع عليكي فرص احيانا بقى غلط ان انت تاخدي وقت قوي، فاحيانا بتلاقي نفسك اللي هو اتس ليت اوريدي خلاص يعني.